بإخواننا وأبنائنا القوات المسلحة في الجيش. بجد كل الحب والاحترام، عاملونا بأدب واحترام. عايزة أقول لهم شكرا. كنتوا عايشين فين هناك؟ كنا بندرس، أولادي بيدرسوا هناك طب وكده، فأنا كنت لازم أقعد معاهم. كنتوا كم واحد في الأسرة؟ كنا حوالي 4 أو 3، يعني 3 لأن في حد نزل، فكنا 3. احكي لي على الأوضاع هنا. بجد الأوضاع هناك صعبة، في ضرب، في قنابل، في طيارات بتضرب. لا صعب 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 صعب. البلد الشقيق، البلد الآمنة، كنت عمري ما كنت أتخيل إن يحصل فيها ضرب، إن يحصل فيها كده. أنا حزينة على السودان على فكرة، أنا جاية وأنا حزينة إن أنا سايباها كده. فربنا يا رب يحفظها ويحفظ مصر. كنت بتاكلوا بتشربوا إزاي؟ كان عادي يعني، كنا يعني على قد اللي تحت البيت، بننزل نجيب الأكل على طول في أيام الهدنة. ما فيش هدنة طبعا، ما كناش بننزل خالص، كنا محبوسين، ما كانش في أي تحرك لأي حد يعني.